الأسواق العالمية. ينضم إلي في الاستوديو السيد نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق بشركة المال كابيتال. نور الدين، أهلا وسهلا، شكرا على حضورك معنا اليوم. رأينا ارتفاع على الأسواق يوم أمس، كل الأسواق سجلت ارتفاعات كنتيجة المقررات من القادة الأوروبيين. لماذا برأيك كان في هذا الارتفاع في الأسواق رغم أنه رأينا قمم سابقة وبالعكس كان في خيبة أمل من بعد؟ ما الذي تغير يوم أمس؟ الذي تغير أنه الأسواق أولا كانت يعني تتوقع فقط الإعلان عن حزمة دعم النمو، لكن لم يكن هناك أي توقعات بأنه ألمانيا يعني تتنازل عن بعض مشكلاتها أو عن بعض تعنتها نوعا ما، والإعلان عن أنه استمرار السماح للاي اف اس اف والاي اس ام بالتدخل بشكل مباشر في اسواق السندات، حتى كمان السينيوريتي او اللي هي يعني احقيه السداد في لحاملي الصكوك او السندات الاسبانيه. هل هذه كلها جميع الاخبار ادت نوعا ما الى يعني ارتفاع شهيه المخاطره مره جديده في الاسواق، الا انه أصبح هناك لدينا قمم أوروبية بقرارات حاسمة، لكن السؤال يبقى دائما لماذا أو تم اتخاذ هذه القرارات؟ تم فعليا اتخاذ هذه القرارات مع ارتفاع العوائد على السندات أو اللي هي تكلفة الإقراض بالذات في إيطاليا وإسبانيا، كما حصل أيضا في الـ LTRO الأول خلال شهر ديسمبر وفبراير عندما أيضا ارتفعت العوائد على السندات الإيطالية. لكن السؤال دائما في النهاية، تم اتخاذ قرارات جيدة واتخاذ قرارات بأكثر من توقعات؟ نعم، لكن هل تم حل المشكلة أو على الأقل تحجيمها؟ الجواب هو لا. هون السؤال نور الدين، أنت ذكرت بنوفمبر الماضي ارتفع العائد على سندات إيطاليا إلى مستويات مقلقة، فرأينا الـ LTRO، يعني كل مرة بيرتفع العائد على سندات إيطاليا بيكون في رد فعل حازم. هل مرة ارتفع العائد على سندات إيطاليا لأعلى مستوى بخمسة أشهر رأينا رد الفعل بهذه القمة الأوروبية وكأنه الجميع يخشى من إيطاليا لأنه دينها كبير جدا؟ ولكن هل هذا يعتبر مهدئ اليوم قرارات هذه القمة أم هي معالجة للأزمة؟ يعني تقييمك على المدى الأطول، هل حلينا المشكلة أم أعطيناهم مهدئ للأسواق؟ على المدى القصير هو فعليا تخدير وعبارة عن تهدئ للأسواق وتقليل أو يعني شراء المزيد من الوقت، لكن على المدى الطويل نحن ننظر إليها بطريقة يعني كيف أنه لما إحنا نيجي نقول المشكلة لن تنتهي الآن، المشكلة الآن شراء الوقت لإعطاء البنوك وإعطاء كل الدول المزيد من الوقت لمحاولة على الأقل تحسين أوضاعها، لكن ماذا سيحصل عندما يعني نصل إلى مرحلة سداد الـ LTRO الأول كمان ثلاث سنوات والـ LTRO الثاني والآن القروض الجديدة؟ فهي فعليا استمرار المشكلة بهذه يعني المنحة وأنه استمرار إعطائهم المزيد من الديون أو السماح للبنوك باتخاذ المزيد من الدين، هنا تكمن المشكلة وتزيد المشكلة، بينما حل المشكلة في الوقت الحالي على الأقل أو ما نراه لوقف استمرار ما أو يعني استمرار ذهاب دول الاتحاد الأوروبي في الوادي هو وقف الدين. وحتى لو كان هناك ما يكون التقشف يعني نور الدين شو عمل؟ يعني كثرة التقشف أيضا أغرقت الاقتصاديات الأوروبية بكساد، فما بقى في يعني ما بقى فيها ألمانيا أن تشد نحو التقشف، وهذا ما رأيناه أيضا من القمة الأوروبية، نحن لم نتحدث عنها بس خففوا بعض الشيء الإصرار على الأوستيريتي والشروط القاسية مقابل الحصول على الدين. بالتأكيد الآن هلأ اليونان ستسأل الكثير، يعني اليونان كان هناك عندنا طبعا الانتخابات الأولى والثانية لأنه هناك في اليساريين لا يريدون التقشف، والآن الاتحاد الأوروبي يقول لأنه سيخفف الشروط، من الممكن أن تقوم اليونان الآن بإعادة النيغوشيشن، فصفة الانتخابات الأولى والثانية ليس لها داعي، هذا من واحد. من الجهة الثانية هو من الممكن فعليا مواجهة أو يجب في النهاية مواجهة الواقع أن فعليا الاتحاد الأوروبي في وضع يعني غير مستقر بشكل كامل وهذا شيء واضح، لكن من الممكن فعليا أو أرى أنه يجب يعني مواجهة الواقع يعني على الأقل التضحية ببعض البنوك اللي هي مفلسة من الأصل، حتى لأنه شفنا خلال LTRO الأول والثاني هو عبارة عن مبالغ كبيرة جدا كانت فقط لمعظم البنوك الإيطالية والإسبانية، فهي فعليا استمرار شراء الوقت هذا شيء يعني سيقلل الأزمة ولا يعني ينهيها. كيف تتداول بناء على ذلك؟ هل تعتبر انه قد نرى يعني شفنا ارتفاع الاسواق، هل سيكون ارتفاع ليوم واحد ام ممكن ان يستمر؟ لا سيما انه الاسواق الامريكيه عندنا اغلاق بال 4th of July يوم الاستقلال يوم الاربعاء القادم، فبالتالي سيكون اسبوع مقسوم بنصه عندنا توقف من التداول، هل تتوقع استمرار الارتفاع وبالتالي تشتري اليوم في اسواق الاسهم خاصه انه مستويات الاسعار اصبحت متدنيه جدا ام لا؟
نعم، بالوقت الحالي فعليا افضل الاس ام بي 500 لسبب مهم. هناك شيء نستخدمه في الاسواق او يسمى جولد تو اويل ريشيو، وهو نسبه اسعار الذهب الى اسعار النفط، اي انه قديش كل اونصه ذهب بتعطيني كم برميل نفط. هذه التشار تبعها بيعطينا دائما كل ما يصير في عندنا قمه في التحليل الفني في هذه النسبه، نرى اتجاهات او تغير الاتجاه مره اخرى في اسعار الاس ام بي او اسعار الستوكس بشكل عام واسعار النفط. شهدنا هذا التوب خلال يوم الاربعاء الماضي، ادى الى ارتفاع الاس ام بي باكثر من 2-3%، ادى ايضا الى ارتفاع النفط يعني بحوالي 7-8% يوم امس. فالان يعني حتى مع اغلاق الاس ام بي 500 يوم امس فوق 1359 هو كان مستويات خط اتجاه، بالاضافه الى متوسط 200 يوم، ارى احتمال ممكن ان نصل الى مزيد من الارتفاعات في الاس ام بي، وافضل ايضا بنفس الوقت استمرار شراء السيلفر على الذهب. تفضل الفضة على الذهب. ما دام ذكرت الفضة على الذهب، بس خلينا نشوف على الشاشة أسعار الذهب والفضة، لأنه سجلنا أيضا تحرك قوي على هذه السلع بالأمس، بالإضافة إلى الارتفاعات التي رأيناها على أسواق النفط. نور الدين، انتهى وقتنا، بس سؤال سريع جدا، خلينا نشوف خلفي الذهب. إذا يسجل بالأمس ارتفاع ب 3% سعر الذهب إلى 1589 دولار أونصة الذهب. نور الدين، لماذا تفضل الفضة على الذهب؟ لانه في الوقت الحالي او في الوقت الماضي على الاقل كان هناك يعني تداول على الذهب اصبح خارج من نطاق الريسكي اسيتس، فعلى الاقل استمرار الاتجاه السيلفر وهو الان في حوالي 28 دولار من الممكن ان يكون هو فقط للتحوط، لانه بحط ريسك انا ب 27 دولار للاونصه، بس ما بحط ريسك على 1500. على كل على الشاشه شوي مسليدنج هيدا كيومولتيف، خلينا نشيل الكيومولتيف ونفرجي بالامس كم ارتفعت اونصه الفضه، لانه كان عندنا على الشاشه عم نحط الكيومولتيف قديش طالع باخر فتره. على كل، نور الدين انا اشكر حضورك معنا. نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق بشركة المال كابيتال، أهلا وسهلا بك.